يقول يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. إذا بدك تبقى نايم وهذا الدرس ما بروح عليه، وهذا الدرس بروح عليه بس نص نايم فيه، وهذا الدرس صحيح نص نايم فيه بس اللي سمعتن بالنص الفايق فيه كمان ما درسته ولا حفظته ولا كتبته ولا دونته، كيف تحصل العلم؟ لا ينال العلم براحة الجسم، هذه قاعدة احفظوها. وقال بعضهم: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لا يعطيك بعضه جزء منه حصة منه حتى تعطيه كلك، يعني توجه قصدك بالكلية إلى طلب العلم، تبذل غاية جهدك، تبذل التعب على حساب نومك وعلى حساب راحتك حتى تجمع هذا العلم وتدونه وتحفظه. لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. أبو هريرة بهذا الذي فعله من التفرغ التام لسماع حديثه عليه الصلاة والسلام حقق لنا هذه المسائل، أعطى كل همه وهمته إلى طلب العلم فنال مقصوده.